بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا الفيديو سنتكلم عن أمة الجنيات الفيري أو أمة الجن الخشاش أو الجن الطيار، كل واحد كيف يسمي هؤلاء. هي أمم كثيرة جدا تشبه الحشرات والأقزام المجنحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الجن من لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء. وقال في حديث آخر: الجن ثلاثة أصناف، وقال: منهم حياة عقارب وخشاش الأرض. الخشاش أي الحشرات والعصافير الصغيرة، هذا هو الخشاش. الجنيات: هناك من له أربع أجنحة من أوراق الأشجار، أو مثل الفراشات، أو مثل اليعسوبة، ومنهم من يشبه الجراد أو الخنفساء، وهكذا، ومن له هيئة إنسية، ولله في خلقه شؤون. هذا الجنس من ياجوج وماجوج يسكنون جوف الأرض والأبعاد الموازية وسطح الأرض، كذلك يسكنون في سطح الأرض، على سطح الأرض، في الغابات والمروج الهادئة، لأن الضجيج والضوضاء تنفرهم ويهربون من المدن، لذلك يعيشون في الأماكن الهادئة. ومنهم من وصل إلى درجات الملائكية، يسمون الجن الملائكة، فهم لا يعصون الله طرفة عين، وهم ينشرون السلام ويعينون الزرع على الخروج من الأرض والأزهار على التفتح، والله أعلم. وقد رأيت شيئا من هذه المخلوقات في سنة 2014 في شهر ماي، لقد كان يوما بعد الظهيرة، في وقت الظهيرة كنت متجها نحو المسجد لصلاة الظهر، وكان المؤذن يرفع صوته ويؤذن، رأيت كأن أوراق بيضاء تسقط من السماء، وكنت أسمع طائرة تحلق، فظننت أن إحدى الطائرات رمت شيئا من هذه الأوراق كما كان يحدث في الجزائر في العشرية السوداء. فلما مددت يدي لأمسك بإحدى الأوراق التي كانت تتجه نحوي، عادت أدراجها، فرأيت، كنت أظنها ورق، وهو في الحقيقة هذا الجنس من المخلوقات. كان رجلا كالقزم، لونه أبيض من النور ما بين الزرقة والبياض، كان كرجل له أجنحة فراشة، فهارب عندما حاولت أن أمسك به، فعاد إلى السماء، وكان كأنه قائد سرب، فتبعه كل ذلك السرب. وبعد لحظات رآه طائر خطاف، خطيفة كذا نسميه نحن بالعامية في الجزائر، فبدأت تجري وراء، فمرة تجري وراءه تلاحقه، ومرة هو يلاحقه، وكانوا يلعبان، مرة هي تلاحق ذلك المخلوق، ومرة ذلك المخلوق ومن يلاحق تلك ذلك الطير، طير الخطاف، وكانوا يلعبون. ثم انصرفوا وراء قبة المسجد وذهبوا هكذا. وكان الأخ، أحد الإخوة أمامي يمشي، لما أردت أن أقول له انظر ما هذا الشيء الذي في السماء، كان يتحدث عن طريق الهاتف، وكان كان مشغول، لذلك لم يكترث لي. والله على ما أقول شهيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. This is pond and it has frog, tadpoles and water. Boatman. Oh, they in there and now? Maybe some fish. In the summer, you can see them along the rocks and the groups of tadpoles swimming all around the on the rocks. And the... Where are we going? This is the trampoline where we always really go on. And but it's very wet now, so it's not a very good idea to do it. Oh yeah. As you see, the water just popped up like this. Oh, yuck. Like a little equipment thing with a swing and a slide, and in the summer it's fun because you put these mats down and the hose, and it
We put the hose down on there and go down and it. We go down on it in a big bowl for really boys. A bit wet now. Yeah, really wet now. This is because it rained last night. Don't this is it. An apple tree. Oh wow! Big apples, very big apples. Are they still on it? There's a they few all fallen. Some there, and some but there. Most of them are on the floor and have got massive holes in them. What's that? Yeah. Oh, look. What's what? Where? There, look. Right up there. Insect or something. Is that an insect? Let's have a look. I don't know. Oh my god! Oh.